السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني ابتدائي مع درس جديد في مادة الرياضيات. هيا بنا نبدأ. درسنا اليوم هو تكوين الأشكال الهندسية أو المستوية. تكوين أشكال المستوية أبطال يكون عن طريق شيئان. الشيء الأول هو إما دمج بعض الأشكال، ندمجها مع بعض، نلصقها ببعض فيكون شكل جديد تماما، أو فصل الأشكال عن بعض فيكون أشكال مختلفة. نرى الحين، هيا بنا تكوين الأشكال. فكرة الدرس يكون أكون أشكال هندسية جديدة بتركيب أشكال أو بفصل بعضها عن بعض. عند مربعان، إذا دمجت هذان المربعان مع بعض سيكون شكل جديد تماما وهو المستطيل كما نرى الحين. تمام، هكذا كان مربعان مفصلان ثم عند دمجهما ولد شكل جديدا وهو المستطيل. هذا هو الشكل السداسي. عند فصل هذا الشكل السداسي من المنتصف بخط سيصبح عندي شكلان مختلفان، شكلان قصدي مختلفان عن الشكل الأصلي والسداسي. أصبح عندي شكلان وهما شبه منحرف، واحدا في الأعلى وواحدا في الأسفل كما نرى الآن. تم فصل السداسي في المنتصف بخط فصار عندي شبه منحرف في الأعلى وفي الأعلى وشبه منحرف في الأسفل. أستعمل نماذج لأكون أشكالا جديدة ثم أرسمها. عندي أول شكل هو الشكل السداسي. كيفية تكوين الشكل السداسي؟ يكون تكوين الشكل السداسي عن طريق شبه المنحرف. إذا جئت باثنان من شبه المنحرف ودمجتهما مع بعض بشكل منعكس سيولد عندي الشكل السداسي كما نرى الآن. كما نرى الآن، يعني الآن كما ترى، ركز معي هنا، شايف هنا عندي واحد شبه منحرف في الأعلى وواحدا في الأسفل. عند توليدهما وعند دمجهما مع بعض ينتج عندي شكل جديد وهو الشكل السداسي. استعمل قطع النماذج لأكون أشكال جديدة ثم أرسمها. عندي ثلاثة مثلثات، عند دمج هذه المثلثات الثلاثة مع بعض يولد عندي شكل جديد ألا وهو مثلثا كبيرا. يعني عندي ثلاثة صغار، إذا قمت بتوصيل هذه الثلاثة مع بعض الثلاثة يولد عندي مثلث واحد كبير. عند دمج الأربع مثلثات مع بعض يولد عندي شكل جديد، يكون عندي شكل جديد وهو الشكل المربع. نعم أحسنتم أبطال. وهذه تكون بطريقة عكسية، مثلث كده ومثلث كده ومثلث كده ومثلث كده، يكون أربعة أشكال، وسنرى الجزئية بعد ذلك إن شاء الله مشابهة لهذا المثال. أصف كيف أضع هذين المثلثين مع أن يكون شكلا جديدا. ركز معي في هذا المثال جيدا. عندي مثلثان، كيف أضعهما حتى أكون منهما مربعا؟ يلا كل يركز كده، كل يفكر، كل يفكر، يلا كل يفكر. كيف أضع هذين المثلثين بشكل حتى أكون منهما مربعا أو شكلا جديدا؟ 10 ثواني ثم نظهر الإجابة الصحيحة. الآن هيا بنا نرى هذا المثلث الأول عفوا وهذا المثلث الثاني، طبعا طريقة هكذا التقاءها هكذا فكون ايش المربع، كون شكله جديدا وهو المربع. أحسنتم يا أبطال، متميزين ما شاء الله. طيب استعمل كل شكل مما يأتي في ورقة ثم أقصها عند الخط المنقط. عند الخط المنقط هذا أقص المقص وأحوط الأشكال الناتجة. أي شكل ينتج عند الفصل أو عند القص؟ هل هو مستطيل أم مربع أم مثلث أم شبه منحرف؟ ها 5 ثواني ثم نقول الإجابة الصحيحة. الشكل الناتج هو المثلث. أحسنتم. عند القص، عند القص ينتج مثلث ومثلث ومثلث، ثلاث مثلثات. طيب
هذا شكل سداسي عند القص. ايش ينتج الاشكال اللي تنتج عنه؟ ينتج عنه كما قلنا من قبل اثنان من شبه منحدف، واحد في الاعلى وواحد في الاسفل، يبقى شبه المنحدف. متميزين ابطال ما شاء الله. ننتقل للسؤال بعد ذلك. يعني هذا الشكل اذا تم القص على النقاط هذه ايش ينتج؟ ينتج في هذا الجانب، الجانب الايمن ينتج فيه هذا الجانب، ينتج فيه متوازي اضلاع، وينتج هنا مثلث. يبقى عندي متوازي اضلاع ومثلث. احسنتم. عند قص هذا الشكل ايش ينتج؟ لو قصينا هذا الشكل اللي فوق مثلث، اللي في الاسفل هنا على اليمين اسف متوازي اضلاع، وهنا على اليسار ايضا مثلث. يبقى عندي الاشكال الناتجه هي متوازي اضلاع ومثلثات. نعم احسنتم. طيب السؤال بعد ذلك. ارسم خطوط لكون شبه منحرف واحد وثلاث مثلثات. كيف؟ عن طريق الشكل السداسي هذا اقسمه يعني الحين المفروض انت ترسم على ورقه هذا الشكل السداسي، ثم ترسم بالخطوط بالقلم الرصاص وتقسمه الى شبه منحرف واحد فقط وثلاث مثلثات. كيف ذلك؟ نرى الاجابه الحين. قام برسم خط في الوسط، ثم رسم خط من هذه الزاويه ومن هذا الراس الى منتصف الخط، ثم ايضا من هذا الراس الى منتصف الخط الثاني. يبقى انا عندي رسم الخط الاول هذا في المنتصف، ثم رسم الخط هذا الاول، ثم رسم الخط هذا الثاني، فكون شبه منحرف واحد فوق الحين وثلاث مثلثات في الاسفل. هذا المثلث اثنان ثلاثه. ركز معي، هذا مثلث وهذا الثاني وهذا الثالث، اما هذا فشبه منحرف، هذا ايش؟ شبه منحرف. احسنتم يا طلاب. طيب ننتقل للسؤال بعد ذلك. ارسم خطوط لكون متوازيي اضلاع، اثنين متوازي اضلاع ومثلثين. كيف؟ عن طريق الشكل السداسي، نفسه هو الشكل السداسي، عن طريق تقسيمه اكون متوازيي ومثلثين. ركز معي ونرى الاجابه. نفس الامر، رسم خط في المنتصف، ثم من هذا الراس نفسه الى منتصف الخط، ثم من هذا الخط الى منتصف المنتصف. ركز معي هنا، كيف نقسمه الى متوازيي ومثلثين؟ هذا متوازي وهذا الثاني، هذا متوازي وهذا الثاني، وهذا مثلث وهذا الثاني، مثلث مثلث، متوازي متوازي. الحين قدرنا استطعنا عن طريق هذا الشكل السداسي، عن طريق تقسيمه، أن نكون منه متوازيي ومثلثين. هذه يا شباب ما شاء الله، هذه يحتاج إلى قدرات عقلية ما شاء الله عالية شوي، لأنه يحتاج إلى تحليل وتقسيم وهكذا. أسأل الله عز وجل لكم توفيق شبابنا، أسأل الله عز وجل أن يعلي قدركم في الدنيا والآخرة، وأن يسركم الخير خيري الدنيا والآخرة يا رب، وارزقكم الخير دائما. أسألكم الاجتهاد، أسألكم أن تشدوا على أنفسكم في هذه الفترة، أن تجتهدوا، وأن الله عز وجل معين لكم ولنا ولجميع المسلمين. أستودعكم الله وللقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.